دمار سريع يعني بلحظة بلحظة خرب كل شيء بلحظة هذا بيتي قدي لي عم صلح فيه وغراضي وعفش بيتي وعائلتي وخسرت كل شيء كل شيء كل شيء خسرته كل شيء فقدته بلحظة نحن صفينا عائلة صغيرة بي وبنتين كنا ستة كنا من أم وبي أم وولدين فقدتهم وضل عندي اثنين الحمد لله على السلامة الله يسلمك يعني 9 سنين حرب بسوريا أنا ما عشت هاللحظة هاي يعني لحظة الانفجار ما عشتها خالص بسوريا معبد معبد تقول هذا يا رب